الأزمور ذات صباح خرج مصطفى الأزموري في رحلة صيد فلم يعد. لم يكن اختفاء مصطفى الأزموري قبل نحو 500 عام حدثاً يسترعى الانتباه في مدينة أزمور، فالمدينة كانت تعاني من قحط شديد، كما كانت تعاني من جور احتلال برتغالي كان لا يزال في طور البحث عن بسط هيمنته على البلدة وعدد من مدن المغرب الساحلية. كانت المدينة منشغلة بتجيش فرسانها لصد الاحتلال. وكانت قد اعتادت على مغامرات صياديها في البحر، فلم تكترث لفقدان واحد من مئات أبنائها الذين اختطفوا أو بيعوا لتجار الرقيق من الإسبان والبرتغاليين لمواجهة خطر الموت جوعاً. لكن عظمة ذلك الحدث لن تتجلى إلا بعد 4 قرون من اختفائه، حين شرع المؤرخون في تقليب الصفحات الضليلة من تاريخ حملات الاستكشاف الأوروبية. حينها تكشف للمنقبين في سجلات المغامرين وقناص الفرس من الأوروبيين أن مصطفى الأزموري كان واحداً من بين 4 الناجين مما أصبح يعرف برحلة الموت، وهي رحلة هلك فيها 600 شخص. قصة مصطفى الأزموري هي جزء من دراما إنسانية ملحمية، وكان لها أثر في تغيير ملامح العالم. لقد تحول الأزموري إلى أسطورة حقيقية، ربما رغماً عنه ويقيناً رغم أنف المستكشفين الإسبان الذين اقتادوه معهم إلى أقاصي الغرب الأمريكي في رحلة البحث عن سيبولا ومدنها الذهبية السبع. في 20 عاماً التي تلت اختفاءه عبر مصطفى الأزموري المحيط الأطلسي وأراضي لم تكن على الخارطة. وصل إلى مدينة أسطورية لم يزرها أجنبي قبله، مدينة هاويكو عاصمة سيبولا، التي أصبحت الآن من المدن المفقودة بعد أن هجرها سكانها وطمرها الزمن منذ أكثر من 3 قرون. يدير المركز الثقافي لقبيلة الزوني الباحث الأمريكي توم كينيدي، الذي أمضى قرابة 2 عقدين في دراسة تاريخ الهنود الحمر وعاداتهم، وهو يشرح هنا كيف أن هاويكو لم تكتشف آثارها إلا في عام 1917 على يد فريق من علماء الآثار الأمريكيين بقيادة العالم الشهير فريدريك هودج. سيقودنا توم كينيدي إلى المكان الذي وصل إليه الأزموري قبل 500 عام. توجد هاويكو على بعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من عاصمة الزون الحالية، ورغم قلة ما تبقى فيها من أطلال لا تزال هاويكو من أهم مزارات الهنود الحمر. أثبتت الاكتشافات الأثرية أن هاويكو التي شيدتها قبيلة الزوني في مطلع القرن 12 كانت مدينة مزدهرة حين وصل إليها مصطفى الأزموري متقدماً بسنة كاملة على المستكشفين الإسبان الذين ينسب إليهم عسفاً استكشاف تلك المنطقة من أمريكا. We're on the edge of Hawiku.
We're probably standing just above the entrance into the town where he would have arrived to encounter the Hawuku peoples. لم يعد ثمة ما يوحي بأن مدينة بكاملها كانت قائمة بهذا المكان. Not a whole lot remains of the walls that we believe are below us because after the excavation they backfilled. غير بعيد عن بلدة سيبولا صمم الباحثون مجسماً ثلاثي الأبعاد لهاويكو معتمدين على الحفريات القديمة. فاتضح أن المكان الذي يعتقد أن مصطفى الأزموري أقام فيه بعد وصوله إلى سيبولا كان عبارة عن معبد من معابد قبيلة الزوني. There were stories that showed how Estevanico was guested in one of the kivas, and sure enough, I looked. The Zunis had excavated out this old kiva ruin, had built their own new kiva inside, smaller, and that could very well have been the place where Estevanico stayed. And people who live at the pueblo, they all seem to agree that this would have been very possible. يوجد المعبد الذي يعرف في ثقافة الهنود الحمر باسم كيفا على بعد نحو 200 متر خارج هاويكو. This is the highest honor for an outsider, and today is impossible. You would never be honored this way again. واستضافة مصطفى الأزموري بذلك المكان المقدس لدى الهنود الحمر كان سابقة في التاريخ. كان مصطفى الأزموري أول مستكشف دخل ولاية نيو مكسيكو الملقبة بأرض الافتتان والمعروفة حالياً بعاصمتها التاريخية سانتا في وبمدينتها الكبرى ألباكيركي ذات المليون نسمة. وكان مصطفى الأزموري أول أجنبي عبر ولاية أريزونا وهو في الطريق من المكسيك إلى سيبولا وكان أول من أخبر العالم الخارجي بوجودها. وفي كلتا الولايتين مر الرحالة المغربي من أماكن قاحلة ووديان قعيرة يستحيل اجتيازها ومن أراض ذات طبيعة أخاذة لا يضارعها أي مكان في العالم وهي الأماكن ذاتها التي ربما كانت سبباً في اعتقاد الكثيرين بأنها جبال مترامية من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. إلى هنا إذن جاء مصطفى الأزموري يبحث عن الذهب. لكن كيف وصل إلى هذه المنطقة النائية؟ وماذا وجد بانتظاره؟ وفوق هذا وذاك كيف انتهت مغامراته المثيرة؟ وكيف بدأت؟ لا تزال الذاكرة الجماعية لقبيلة الزوني تذكر مصطفى الأزموري وإن بالكثير من الحذر والتكتم لأن سره ربما دفن معه إلى الأبد مثلما دفنت تفاصيل علاقته بالهنود الذين عاصروه. ولأن ثقافة الهنود الحمر ثقافة شفهية فإن كبار مثقفي قبيلة الزوني يحفظون حكايات الأزموري ويتناقلونها بينهم كما وردت على لسان أسلافهم. Esteban was carried by Mexican Indian slaves who were carrying almost like what the pharaohs did with the Egyptians on almost like a platform. And he had a seat like so that he was sitting on with the emblem of macaw feathers behind him. To us, that was a sign of war. تصف قبيلة الزوني مصطفى الأزموري بأنه كان من أبناء الشمس جاءت به السماء لانتشال قبيلتهم من المرض والجوع والخوف. وتصوره تارة أخرى بأنه كان عملاقاً غليظ الطبع جاء يحمل شراً مستطيراً لقبيلة مسالمة لا تقاتل إلا نفاحاً عن النفس. The Zuni are known for their hospitality, but when you're stung once, you know, never get stung again.
So that's one of the things that the Zunis were also known for, was as warrior people. وسيبرهن هنود البويبلو في لقائهم الأول مع مصطفى الأزموري والمستكشفين الإسبان عن أنهم شعب مسالم، ولكنهم في آن معا شعب مقاتل. في مسقط رأسه بأزمور لا توجد أي وثائق تثبت على وجه التحديد أين ولد مصطفى الأزموري ومن أي قبيلة ينحدر. وخارج دوائر البحث الأكاديمي يصعب الحصول على معلومات تفيد بأن ذلك الرحالة ينتمي إلى هذه الأرض. للأسف لم تحظى مدينة أزمور بشرف احتضان تمثاله وبشرف احتضان ندوة لكي تتعرف على جهود هذا الرجل الفد في تاريخ الإنسانية. تطوع عدد من الباحثين للتنقيب بين ثنايا الذاكرة الجماعية والمحفوظات القديمة عما يمكن أن يستدل به على بدايات هذا الرجل الذي رمت به الأقدار إلى الثلث المجهول من العالم. ارتبطت حياة مصطفى الزموري بمجموعة من المصادفات الغريبة التي يمكن أن نسميها أقداراً، حتى أنه يمكن أن نسميه رجل الأقدار. وفي ظل شح المعلومات عن نشأته وهيئته وانتمائه العرقي، ترك الأمر لفنانين من أزمور ومن مدن أخرى في أوروبا وأمريكا لتمثل شخصية الأزموري. ففي ولاية فلوريدا يقيم الأمريكيون المتحدرون من أصل إفريقي مهرجاناً موسمياً باسم إستيفانيكو، وقد تم انتقاء لوحة تصور مصطفى الأزموري على نحو يتماشى مع متخيل المجتمع الإفريقي الأمريكي. وفي تكساس نصب تمثال من البرونز بارتفاع مترين لمصطفى الأزموري كواحد من بين 12 فارساً عبروا المنطقة في طريقهم لاستكشاف الجنوب الغربي لأمريكا. تضفي كتب التاريخ الشائعة مسحة رومانسية على مغامرات المستكشفين الأوروبيين، واحتفاء أوروبا بمستكشفيها يعود إلى كونهم جلبوا معهم ثروات لا حصر لها من العالم الجديد. عالم الإنسانيات جاك ويذرفورد يقول إن كل ذهب الكنائس والقصور الملكية في أوروبا هي من ذهب العالم الجديد. في إسبانيا مهد الاستكشافات تكثر المنتديات التي تعنى بالمستكشفين، بدءاً من كريستوفر كولومبوس الذي دشن الاستكشافات الأوروبية إلى خوان بونسي دي ليون الذي قضى بحثاً عن الذهب وإكسير الحياة، ومن هيرنان كورتيس المستكشف المتمرد على العرش الإسباني بمغامراته غير المرخصة في المكسيك إلى هيرناندو دي سوتو الذي دفن على ضفاف نهر الميسيسيبي دون أن يلوي على الذهب، مروراً بفرانسيسكو بيزارو الذي استحوذ على كنوز الذهب في بيرو ملهباً شراهة المغامرين الأوروبيين، وفرانسيسكو كورونادو الذي قطع آلاف الأميال بحثاً عن الذهب في أقاصي الغرب الأمريكي. وبين هذا وذاك بدأت بعض الدوائر الأكاديمية تهتم بإسهامات مصطفى الأزموري الذي أخذت معالم صورته ترتسم شيئاً فشيئاً كرحالة عابر للقارات والثقافات. فقد اختارت جامعة غرناطة نموذج مصطفى الأزموري في ندوة لها حول التقارب بين الشعوب،
do owe him a lot. We owe him thinking about that past, thinking in terms of how the relationship among, you know, the different cultures that came together really worked, and what can we learn from this past. Back in Taos. واختارت الجامعة من الجهة الأخرى نجم الطرب الشعبي الأمريكي روبرت ميرابال الحائز على عدد من جوائز غرامي للموسيقى والمتحدر من قبيلة الطاوس، وهي من قبائل البويبلو التي تنتمي إليها قبيلة الزوني. See, yeah, he was one of the first ones that the Pueblo people saw. The Spaniards used him to see if he was like a bait. If they accepted him, then they were friendly. If they didn't accept him, then... But I think he has a fascinating history. يختلف الباحثون حول هوية الرحالة الأزموري وتفاصيل نشأته الأولى، وهو ما فتح الباب أمام الاجتهادات. يبقى هناك السؤال الإشكالي الذي يثار كثيرا بصدد هذا الموضوع، وهو ما هو الأصل الحقيقي لمصطفى الزموري؟ Much of the information on Esteban's early years is missing, obviously. So people theorize, and there are plenty of books about him. يمكن أن نستنتج أنه كان يحفر عن لقمة عيشه بيده منذ طفولته. إنسان يشتغل بيديه مع عائلته في صنع المراكب، في الصيد، في كل شيء. He was most probably one of Azamor's young fishermen, and you can see them today actually in their rudimentary boats rowing in the waters of the Umar Rabia River near the city. وكالكثير من أطفال إقليم دوكالا التي تعد أزمور من مدنها التاريخية الأولى، من المرشح أن يكون مصطفى الأزموري قد مر من مراحل التنشئة السائدة في ذلك الإقليم. وربما تعلم مصطفى الأزموري السباحة والصيد وهو في سن مبكرة. وبقدر تعدد النظريات تتعدد أسماء الرحالة الأزموري. The number of different stories about him can only be matched by the names. Names like سيد بن هادو، مصطفى أزموري، إهتبان دازمور، إهتبانيكو، إستبان دمور، إستبانيكو the Black. ومعظم ما كتب عن حياة الأزموري جاء في مذكرات نشرت لأحد الناجين معه في رحلة الموت كابيسا دي فاكا. كابيسا دي فاكا mentions him just at the end of his book Relación de Naufragio, and he talks about him as el negro el árabe natural de Azamor. لكن دي فاكا لم يكن أمينا في نقله لأحداث الرحلة، ففي مسعى منه للتقرب من التاج الإسباني بالغ في تمجيد نفسه وغمط الرحالة الأزموري حقه مقزما دوره في تلك الملحمة التاريخية. هل هو الوحيد الذي أغمط حقه؟ أغمط حق ملايين البشر، ملايين البشر، من الذين شحنوهم ومن الذين أبادوهم هنا. ولا يزال معظم سكان أزمور حتى يومنا هذا يجهلون كل شيء عن قصة ذلك الشاب الذي يحمل لقب مدينتهم. وقد ظلت قصة الأزموري حبيسة كتاب دي فاكا حتى مطلع القرن الماضي، حينما تحول الرحالة المغربي إلى رمز التف حوله جيل جديد من الباحثين التواقين إلى تصحيح وقائع تاريخية ظلت طي النسيان. هناك من يرجع أصله إلى جنوب الصحراء مثل مالي، وهناك بعض المؤرخين الذين يذكرون بأنه من أصل عربي، بينما آخرون يفضلون الرواية التي تقول بأنه من أصل أمازيغي. Esteban may possibly have been a Moorish Moroccan, but then it's also equally possible that if he was within that community from sub-Saharan Africa, of which there were some. Well, regardless, and the man's origin or skin color is irrelevant
to gloss over the qualities of Esteban as a human being and dwell on his ethnicity and his roots can be considered as chauvinistic or even racist. ما يزال تاريخ مصطفى الزموري في حاجة إلى بحث وتدقيق من قبل مؤرخين لا يتحيزون لمصطفى الزموري وأيضا يفندون الروايات الغربية التي تريد التنقيص من هذا الرجل. الصورة لا يمكن أن نستجمع كل عناصرها الفسيفسائية من كتاب كابيزا هذا وحده، بل علينا أن نعود إلى التقارير الأخرى التي كتبت للوصول إلى ترميم هذه الصورة، صورة شخص قام بعمل لا يمكن أن نتخيله إلا في الملاحم الأسطورية التي كانت تكتب عن شخصيات عميقة في معرفتها. لقد كانت رحلة الأزموري متممة لرحلة ابن بطوطة الرحال المغربي الذي سبقه بمئتي عام، فابن بطوطة سافر شرقاً حتى أقاصي آسيا وصولاً إلى الصين ومروراً بإفريقيا وأوروبا، وقطع مسافة 120 ألف كيلومتر، وهي أطول رحلة في تاريخ الاستكشافات قبل عصر البخار. فيما الأزموري اتجه ناحية الغرب مكملاً بذلك رحلة ابن بطوطة حول العالم. وابن بطوطة مثل مصطفى الأزموري باشر رحلته وهو في بداية عقده الثاني، ومثله أيضاً تعرف على أقوام وثقافات مختلفة. كما أن ابن بطوطة سافر بمحض إرادته واستهل رحلته بادئ الأمر بأداء فريضة الحج قبل أن يخوض غمار رحلاته الاستكشافية الشهيرة، فيما خاض الأزموري مغامرته قصراً فكتب له أن ينفرد باكتشاف أماكن لم يطرقها أجنبي من قبل ويواجه من المصاعب ما لم تكتب لغيره من المستكشفين. لقد ولد ابن بطوطة في طنجة، فيما نشأ مصطفى الأزموري في مدينة كانت بدورها في العهد القديم واحدة من أهم ثلاث مدن في المغرب. تبعد مدينة أزمور 80 كيلومتراً جنوبي مدينة الدار البيضاء، وقد كانت وما تزال واحدة من أهم المناطق الزراعية في المغرب. ومنذ أن شيدت في القرن الثامن قبل الميلاد وقبل أن تفقد مركزها التجاري والصناعي لجارتها مدينة الجديدة، كانت أزمور بفضل موقعها على مصب نهر أم الربيع مدينة صيد بحري بالدرجة الأولى. كان من الذين أشاروا إلى هذه المدينة في الخرائط القديمة كموقع أساسي هو الأمير القرطاجي الرحالة حانون، وقد ذكر هذا النهر باسم نهر أناتيس والذي يعرف أيضا باسم أسانا، وكذلك ذكره المؤرخون في العصور الوسطى باسم واد وانسيفن. مصطفى الزموري في تلك الفترة وجد في مدينة عليها تقاطبات وصراعات متعددة ظاهرة وخفية. كان البحر مصدرا للرزق ومنبعا لهواجس كانت تؤثث المتخيل السياسي في المغرب آنذاك. المتخيل السياسي وهو الخوف دائما من هجوم على الثغور المغربية وخصوصا الثغر الأزموري البرتغاليين أساسا، بعد سماع حكايات عن هجومات طالت مدينة أسفي وسانتا كروز التي هي مدينة أكادير. في عام 1513 احتل البرتغاليون مدينة أزمور. نجد أن الاستعمار البرتغالي
وجد ضالته كما يقال في هذه المدينة، وأصبح يتزود من سمك هذه المدينة بالدرجة الأولى، وكان يفرض الضرائب والأتوات على كل المبيعات التي تباع في السوق الأزموري، وحاول أن يشدد تصوير المدينة بطريقة عسكرية. لا يجب أن ننسى أن هناك قيما ماتت في تلك الفترة وولدت قيم أخرى، وكانت هناك خلخلة لعديد من القيم التي تعرف عليها المغاربة سواء في معتقدهم أو في متخيلهم الثقافي العام. الأديان ثلاثة متواجدة في المدينة العتيقة، فهناك ضريح يمثل الديانة اليهودية، وضريح العذراء تمبلوم فيرجينيس الذي يمثل الديانة المسيحية، إلى جوار المسجد الذي يمثل الديانة الإسلامية. كل هذا أعطى لشخصية الزموري بعدا انفتاحيا وتواصليا. حينما اختفى مصطفى الأزموري كانت المدينة مهمومة أيضا بإعالة نفسها بعد أن ضرب المنطقة قحط استمر عامين كاملين. ستأتي سنوات 1520 و1521 حيث ستضرب مدينة أزمور على غرار مدن أخرى جفاف سيؤثر كثيراً وسيسبب في مجاعة قاتلة وأوبئة ستجعل من الإنسان الأزموري أن يتجاوز كل القيم والمبادئ التي تعرف عليها. لم يعد النهر السخي بعطائه كافياً لإعالة مدينة تعيش تحت وقع الاحتلال والقحط، فاضطر الناس إلى بيع أبنائهم خشية إملاق، وربما كان مصطفى الأزموري ممن شملهم البيع. يمكن أن نستعين بحدوثنا بأنه قد بيع أو أسر ووضع في هذا المكان الذي نجلس فيه الآن، أسر إلى حين نقله ضمن الآلاف ليباع إلى نبلاء وغيرهم عبيدا وخدما في أماكن متعددة. بيع الآلاف من الناس إلى البرتغال، وكان من ضمن من بيع إلى البرتغال مصطفى الزموري الذي أسر هو بدوره في الظروف الاقتصادية القاسية. لا يمكن لنا إلا أن نتخيل كيف هي حال ونفسية مصطفى الزموري الذي سينقل ضمن زملائه وأطرابه وينتزع من المكان الذي أحبه وولد فيه إلى منطقة وإلى عالم جديد بالنسبة إليه. لم يكن العالم حينئذ مهتماً بحقوق الإنسان، فقد كانت أنظار أوروبا شاخصة باتجاه المحيط الأطلسي تنتظر أخبار المستكشفين وتهيئ لحملات استكشاف جديدة. ومن مفارقات الأقدار أن من الجنود البرتغاليين الذين شاركوا في غزو أزمور كان يوجد رحالة آخر لمع اسمه في عالم الاستكشافات. In that battle of Azamor, there was a gentleman by the name of Magellan. And Magellan ended up being the first explorer to have circumnavigated the globe. That's called fate. A great explorer fighting as a soldier to capture the city that gave birth to another explorer, Esteban. جرح فرديناند ماجيلان وأصيب فرسه في التحام مع فرسان أزمور، وكتب له أن يقتل فيما بعد على يد زعيم إحدى قبائل الفلبين عام 1521، وهي السنة ذاتها التي أسر فيها مصطفى الأزموري. وعندما عادت السفينة فيكتوريا بدون قائدها ماجيلان إلى مينائها في سان لوكار جنوبية إسبانيا،
كان مصطفى الأزموري قد وصل مقيد اليدين والقدمين إلى البرتغال. من بين كل الأراضي الإسبانية سيلعب مثلث إشبيليا، خيريس، ويلفا، وهي مواقع تبعد إحداها عن الأخرى بنحو 90 كيلومتراً. سيلعب دوراً محورياً في مسار حياة مصطفى الأزموري، فهو لا شك اقتيد عبر الطريق التي كان يسلكها النخاسون آنذاك. قطع الأزموري الطريق من لشبونة إلى ويلفا على الحدود تحت الحراسة، ومر من سراديب ومعتقلات العبيد في إسبانيا والبرتغال. وفي منتصف الطريق بين لشبونة وإشبيليا، وكانت أكبر سوقين للنخاس في أوروبا، بيع لنبيل إسباني في مثل سنه اسمه أندريس دورانتس. هذا الرجل النبيل والطيب والذي لم يعرف عنه شيء يسيء إلى شخصية مصطفى الزموري، لم يتخذه كما اشتراه في البداية عبدا أو خادما يحقر من قيمته باعتباره آتيا من بلد إفريقيا، من بلد المغرب، بل اتخذه مباشرة وصيفا وصديقا. وغير بعيد عن خبراليون في ويلفا توجد قرية خيريس دي لا فرونتيرا، القرية التي ولد وتربى فيها كابيسا دي فاكا صاحب المذكرات الشهيرة وحفيد الحاكم الإسباني الذي غزا جزر الكناري باسم العرش الإسباني. أمضى الأزموري 6 سنوات لصيقا بأندريس دورانتس، متنقلا بين ويلفا وقشتالة ومدن كانت من أهم مراكز الإشعاع الحضاري الإسلامي في الأندلس كطليطلة وإشبيلية وغرناطة وقرطبة، وزار مدنا كانت في وقت من الأوقات خاضعة للحكم الإسلامي، وشاهد قلاعا كانت لأزمنة طويلة حصونا ضد الهجمات القادمة من الشمال. وعاش أجواء النبلاء الإسبان الذين كانوا يتفاخرون بعبيدهم، وحظي بفضل ذكائه وتنوع مهاراته وملكاته بتقدير وإعجاب دورانتس. وفي عام 1527 رافق الأزموري أندريس دورانتس في رحلة إلى إشبيليا كانت مفصلية في مسار حياته. حين وصول الأزموري إلى إبيريا كانت أوروبا تعاني من أزمة غذائية طاحنة، وكانت إسبانيا والأندلس بصفة خاصة شأنها في ذلك شأن مدينة أزمور تعاني من القحط والمجاعة. Famine is another side story in Esteban's life, actually, because it would be a determinant factor in his capture, his enslavement, his voyage to the Americas, and in the new continent, where he had to go for days and days without food. أثناء وصول الأزموري إلى إيبيريا كان المستكشف الإسباني هيرنان كورتيس قد أكمل سيطرته على المكسيك. استعمل كورتيس في حملته ضد هنود الأزتيك فنون الحرب ذاتها التي طورها الإسبان في حروبهم الطويلة مع المسلمين في الأندلس، حيث دمر سفنه قبل أن يكتسح عاصمة إمبراطورية الأزتيك، مخاطبا جنده بأن لا خيار أمامهم سوى النصر أو الموت، على غرار ما فعل قبله بثمانية قرون القائد المغربي الأمازيغي طارق بن زياد حينما عبر بسفنه إلى ضفاف الأندلس. وقت وصول مصطفى الأزموري إلى إسبانيا كان وجه المنطقة قد تغير، خلال السنين القليلة التي سبقت ميلاده شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية أحداثاً غيرت مجرى تاريخ المنطقة وتاريخ العالم.
فقد سقطت غرناطة، وبالتزامن مع ذلك انطلقت حملة استكشافات لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل. السياق العام الذي جاءت فيه هذه الاستكشافات هو سنة 1492، التي يعتبرها المؤرخون بأنها بداية القرن السادس عشر، والذي يعتبر أطول قرن في تاريخ أوروبا حتى الآن. فيما كانت الملكة إيزابيلا تعد للهجوم على غرناطة آخر معاقل المسلمين، كان المغامر الإيطالي كريستوفر كولومبوس يحاول إقناعها بأن أقصر الطرق إلى الشرق هي باتجاه الغرب. فقد لجأ كولومبوس إلى العرش الإسباني بعد أن فشل في تسويق فكرته تلك لحكام جنوة والبندقية والبرتغال. وكانت أوروبا في ذلك التاريخ تبحث عن متنفس جديد بسبب حروبها المتناسلة. I think it was inevitable. It was inevitable. There was too much conflict here in Europe. There was too much destruction. They had to find another way to let go. كان كولومبوس على حافة الإفلاس، وظل يتردد على أبواب القصر الإسباني إلى أن قبلت الملكة إيزابيلا على مضض تمويل رحلته. في إحدى الساحات الموجودة بالقرب منا، وهي ساحة بلاسا لانويفا، يوجد تمثال شهير، وهو الملكة إيزابيلا وهي تستقبل خريطة بمقترحات كريستوف كولومبوس. هذا التمثال هو فعلا نقطة انطلاق بداية الاستكشافات للعالم الآخر. اعتمد كولومبوس في رحلته الأولى على ثلاثة من كبار الملاحين الأندلسيين لقيادة اثنتين من سفنه الثلاث، وهم الإخوان بينسون المتحدرون من عائلة أندلسية. And it is even believed that the Pinzon brothers who piloted the Pinta and the Niña in Columbus' first voyage were actually of Moorish origin and were from well-to-do families. اعتمد كولومبوس أيضاً على أدوات الملاحة التي كان قد طورها علماء المسلمين فيما تم تمويل رحلته من أموال الأندلسيين وتسليح جنودها من مخازن غرناطة. Without the navigation tools and maybe even maps developed by the Muslim scientists in the Middle Ages, like the astrolabe and the knowledge acquired from seafarers in Guinea, West Africa, Well, Christopher Columbus could have found it impossible to cross the Atlantic Ocean. كان المناخ العام وقت وصول الأزموري مشحوناً بالأحقاد ضد من تبقى من المسلمين في الأندلس بعد سقوط غرناطة. 1492، في هذا المكان الذي نتواجد فيه الآن وهو غرناطة، كانت لحظة تسليم أبو عبد الله لمفتاح غرناطة ولقصره الذي يوجد خلفنا في مكان يسمى الآن بالمدرسة. نكث العرش الإسباني بوعوده للمسلمين بالعيش في طمأنينة، وكغيره من المسلمين كان على الأزموري بعد ثلاثة عقود من سقوط غرناطة أن يعتنق المسيحية كي لا يلقى مصير عشرات الآلاف من المورسكيين الذين طالهم التعذيب والقتل في مشانق ومحرقات جماعية ضمن ما كان يعرف بمحاكم التفتيش التي استمرت ثلاثة قرون. ظنوا بأنهم يحملون أخلاق المسيحية، مع أن أخلاق السيد المسيح ترفض هذا نهائيا، قتلوا بدم بارد. محاكم التفتيش استمرت لفترة طويلة جدا، وخلفت جرائم يمكن أن تعتبر جرائم إنسانية في حق العرب المسمين آنذاك بالموريسكيين. غرناطة was a model of trying to live together. In Boabdil's times, they had learned how to live together. But then again, came the Catholic kings, came the Inquisition, and all that had taken, you know, so much time to build fell apart in 1492. لم تكن أوروبا تعرف
اللاسامية قبل سقوط الأندلس، لأن العرب كانوا يتولون حماية اليهود. أحرقت العديد من الكتب العربية ونهب ما تبقى منها. لقد كان الأزموري شاهداً من شهود التناقضات الصارخة التي ميزت تلك الفترة من تاريخ أوروبا. لقد كانت فترة استكشافات مبهرة، وكانت أيضاً من أكثر الفترات دموية في التاريخ بسبب الفظائع التي ارتكبت باسم الدين، سواء في الأندلس أو في العالم الجديد، حيث تحولت العبادة إلى أداة إبادة. ما عاشه الأزموري في الأندلس خلال الست سنوات التي أمضاها في خدمة أندريس دورانتس كان جزءاً يسيراً مما سيقدر له أن يعيشه بعد العبور إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، أو ما كان يعرف حينها ببحر الظلمات. فحمى الإبادة سوف تستعر، ولا تمييز في مكيالها بين المذنب والبريء. هذه الجرائم ستستمر في كل الاستكشافات اللاحقة، لأنها كانت تبيد كل القيم التي يمكن أن يحملها هذا الإنسان بين مزدوجين أبيض للإنسان الموجود حالياً في أمريكا وفي كل المناطق التي تم استكشافها. How could you possibly imagine even in those times that burning someone would save their soul? It's just totally insane. الشيء الأكيد هو ما وجد في وصية إيزابيلا بعد وفاتها، رغبتها الأكيدة، وهي نشر الديانة المسيحية وبالتحديد الكاثوليكية في كل العالم الإسلامي الذي لم يأتي منه إلا الخطر المحدق بهذه الجزيرة الإيبيرية وربما بأوروبا برمتها. ومن الذين هيئوا لوصية الملكة من غلاة الكاثوليك كريستوفر كولومبوس. كولومبوس في يومياته قال: أتمنى أن أجد في العالم الجديد من الذهب ما يكفينا لأن نحرر به الأراضي المقدسة، ويقصد بها فلسطين. لكن وصية الملك لم تتحقق بسبب انشغال الملك فرناندو بحربه في إيطاليا وبسبب وفاة الملكة. من خلال العرض الذي كان قد قدمه كريستوف كولومبوس للعالم الجديد، صرف النظر عن ما كان مهيئا للعرب المسلمين من حملات في كل هذه الفترة اللاحقة من القرن السادس عشر، وصرفوا النظر أيضاً خوفاً من شوكة الإمبراطورية العثمانية التي نهضت في وجه الأطماع الأوروبية. لولا أن قامت الدولة العثمانية لكان سقوط الأندلس بداية لحملة صليبية جديدة، وربما حملات صليبية جديدة. في عام 1526 أقنع بانفيلو دي نارفايس الجندي المتمرس والذي سبق أن خدم حملات هرناندو كورتيس في كوبا والمكسيك، أقنع الملك كارلوس الخامس بإمكانية ضم أراضي فلوريدا الشاسعة لفائدة العرش الإسباني. وهنا سيتدخل القدر ليكون اسم الأزموري على لائحة نارفايس كمرافق لأندريس دورانتس، وسيحصل دورانتس بفضل مركزه الاجتماعي على إذن خاص من القصر لاصطحاب وصيفه معه في تلك الرحلة، لأن السفر إلى العالم الجديد لم يكن مسموحاً به للموريسكيين. الحظر كان يعلن في شوارع إشبيليا، في شوارع غرناطة، يقول للناس: لا تأخذوا معكم من الموريسك أحداً. والمنع كان لأسباب أنهم سيعيقون نشر الديانة المسيحية في العالم الجديد.
انطلقت سفن نارفاييز باتجاه المحيط الأطلسي عبر نهر الوادي الكبير الخطير على الملاحين، وأمضى نارفاييز أسبوعين كاملين ليقطع المسافة بين إشبيليا ومصب الوادي الكبير، وهي مسافة لا تتعدى 90 كيلومتر. قطعت السفن الخمس المحيط الأطلسي، وكان التوقف الأول بمدينة سانتو دومينغو بجزيرة إسبانيولا، وهي جمهورية الدومينيكان الحالية. وكانت تلك الجزيرة من بين محطات كريستوفر كولومبوس في أولى رحلاته، والتي ظل يعتقد أنها إحدى جزر الصين. عند وصول السفن الخمس إلى إسبانيولا، كان التذمر قد استحوذ على معظم بحارة نارفاييز. The conditions were so atrocious. The food quality was so poor that once Narvaez reached Santo Domingo, like 140 men deserted him and they vanished into the wilderness. قرر نارفاييز المعروف ببخله الشديد البحث في أماكن بعيدة على الساحل الكوبي عن أسلحة ومؤن ورجال للتعويض عن الجنود الهاربين، فأرسل سفينة لاستكشاف السواحل الكوبية الغربية باتجاه مدينة سانتياغو جنوبية كوبا، ثم تبعتها السفن المتبقية باتجاه مدينة ترينيداد ناحية الشمال. لكن السماء الخالية من الغيوم والأجواء الخريفية الساحرة التي استقبلت بعثة نارفاييز في جزيرة إسبانيولا لم تكن سوى لحظة هدوء قبل العاصفة. ففي ترينيداد القرية رست سفينتان من سفن نارفاييز، ونزل فريق من 30 نفراً إلى البر للبحث عن المؤونة والرجال. التوقف الثاني والأساسي الذي سيغير من مجرى هذه الرحلة كاملاً كان في خليج كوبا، حيث سيعرف حدثاً يبدو بسيطاً في ظاهره ولكن عميقاً في هذه الرحلة، وهو العواصف التي دمرت سفينتين ودمرت مدينة ترينيداد التي جاءوا إليها للتزود ببعض البضائع. يقول كابيسا ديفاكا: فجأة تزايدت حدة المطر والعواصف في القرية وفي البحر، وكان الإعصار من القوة بحيث لم نعد قادرين على التمييز بين البحر والبر. كل المنازل والكنائس تحطمت. كان علينا أن نتكاثف ضمن مجموعات من 6 إلى 7 رجال ونستمسك بأذرع بعضنا البعض كي لا تعصف بنا الرياح. ظل الإعصار مخيماً على ترينيداد طوال الليل، وبعد أن بدأ ينحسر عاد كابيسا ديفاكا ومرافقوه إلى الميناء، لكنهم لم يجدوا غير حطام إحدى السفينتين على بعد أميال من القرية، فيما جرف الإعصار السفينة الثانية بعيداً عن الساحل، وفقد نارفاييز في أول امتحان له 60 من رجاله و20 فرساً كانوا على متن السفينتين. تملك الرعب أطقم السفن، وبدأوا يفكرون في التمرد لإحساسهم بأن ذلك الإعصار ربما كان مقدمة لكوارث أخرى قادمة قد تكون قاسمة للبعثة برمتها. مرت 5 أشهر منذ انطلاق الرحلة من إسبانيا، وكان نارفاييز لا يزال يصارع العواصف وخطر التيه في خليج المكسيك، فقرر أن يمضي الشتاء في كوبا ريثما تهدأ الأعاصير قبل أن يشد الرحال من جديد باتجاه هافانا كوبا.
جند نارفايز للرحلة 400 رجل وشحن 80 حصانا على متن 4 سفن، لكن الربان الذي جئنا به أوقع السفن في مياه أرخبيل كانريو الضحلة، فعلقنا 15 يوما إلى أن هبت عاصفة جديدة لتدفع بكميات من المياه تحت بطون السفن، ومكنتنا بذلك من الخلاص وسط الكثير من المخاطر. كان هدف نارفايز هو الإبحار باتجاه هافانا كوبا ناحية الشمال، ومن ثم إلى فلوريدا التي سيحكمها باسم الملك كارلوس الخامس ملك إسبانيا ووريث عرش الملكة إيزابيلا والملك فرناندو. لكن الرياح كانت أقوى من إرادته، فقرر التوجه إلى بانوكو على الساحل المكسيكي. كانت فلوريدا تغطي مساحات شاسعة من الولايات المتحدة والمكسيك. كان هدف نارفايز من اختياره بانوكو هو الاقتراب من أراضي إمبراطورية الأستيك التي ملأ منها غريمه كورتيس خزينته وخزائن العرش الإسباني بالذهب. 10 years had already had passed since Cortes took control of Mexico. Narvaez wanted to stop Cortes from expanding his Mexican territory northward. في الطريق إلى بانوكو تأكد جهل نارفايز بفنون الملاحة، حيث أمضى شهرا بأكمله في مصارعة الريح والموج. كان يظن أنه يبحر غربا، لكنه في واقع الأمر كان يتجه ناحية الشمال الشرقي بسبب التيارات البحرية الدائرية التي يشتهر بها خليج المكسيك. وبعد أن هدأت العواصف وجد نفسه قبالة خليج تامبا على سواحل فلوريدا. في كل هذه الرحلة والتي ستستمر مرحلة طويلة سيصارع فيها من الأعاصير ومن المجاعة ومن الأمراض والأوبئة والصراعات. في منتصف أبريل من عام 1528، أي بعد 9 أشهر من بداية الرحلة، رست السفن في شبه جزيرة بينياس، وهي منطقة قريبة من تامبا فلوريدا كانت تنتشر فيها الحيوانات المتوحشة. وعلى هذه الخلفية المرعبة جمع مرافقيه من النبلاء وسفراء العرش والجنود والملاحين ليعلن نفسه حاكماً لمستعمرة فلوريدا. اكتشف نارفايز في أول لقاء له مع قبيلة توكوباغا أن هنود فلوريدا كانوا أكثر قتالية من سكان الكاريبي المسالمين. فأخبار البطش التي تعرضت له قبائل الكاريبي كانت قد انتشرت بين قبائل الداخل، فاستعدوا للأوروبيين بالحيلة والسلاح. أوهمته قبيلة توكوباغا بأن كنوزاً من الذهب توجد بمنطقة أبالاتشي. كانوا يدلونه في خدعة وفي فخ لا بد أن نسجله، وهي أنهم وضعوا له بعض قطع الذهبية في شباك، وحينما سأل عنها قيل له إنها توجد في منطقة تسمى أبالاتشي. Telling the Spanish that there's gold to the north, to the east, to the south, to the west. I think it was just a ruse, like this gentleman said that he used this word, a ruse. I think it was just a ruse to get rid of them for them quitting to invade their areas. ترك نارفايز سفنه ونحو 100 من الحرس على الشاطئ، وجند 300 من مرافقيه ومن تبقى له من الفرسان للتوغل داخل فلوريدا بحثا عن أبالاتشي. وتلك قصة أخرى.